سائلة تقول: هل يجوز للمرأة لبس حذاء ذي كعب عال؟ لا يجوز هذا، وإنما تلبس الحذاء العادي، لأن الحذاء الكعب العالي خصوصا إذا خرجت به من البيت فإن هذا فيه تبرج أمام الرجال، وأيضا فيه خطورة عليها لو سقطت بسببه أو تعثرت، وفيه محاذير، فيه محاذير كثيرة. فيه أنه يخيل إلى الناس أن هذه المرأة طويلة وهي غير ذلك. نعم.